اشتغلنا جميع في جوق العميل وكانت عندنا متعة أننا نشتغلوا في ذاك الفيلم مع مفتكر وهذيك لا سين بارتيكوليرمون يعني كنا نتفتو مزيان ما نتفتناش ولكن ذكرتني بواحد القصة مع مجدولين كانت هي ساكنة في فرنسا وكانت عرضت عليا قالت لي أجي عندي لفرنسا دوزي عندي أسبوع قلت لها مجدولين بعدي مني راه أنا دايرة الريجيم إلا جيت عندك أنت كنعرفك وكالة وغادي نبقاو ناكلو داكشي قالت لي لا والله ما ناكلو قالت لي شوفي غادي نتغدى وصافي ما نتعشاوش قلت لها ايوا في الليل قالت لي الا جانا في الليل الجوع نتناتفو خصوصي مجدولين من باب النكته وكنحييها وكذلك كنهنيها على التكريم ديالها اللي غيكون في الاختتام. اذا علاش ما كايناش صناعه حقيقيه؟ شنا هي باش تكون صناعه حقيقيه؟ كنظن انه اهم شيء باش تكون صناعه حقيقيه ديال السينما خاص يكون سوق لهذا السينما اللي كيخلي وجود صناعه هو وجود سوق، لان ملي كيكون سوق كيكونوا منتجين حقيقيين. حنا ما عندناش منتجين خواص اللي كينجوا وكيقوموا باعمال، عندنا دعم المركز السينمائي والحمد لله اللي كاين، سينو ما غنكونوش كنديروا سينما ما غنكونوش هنا، ولكن غير كافي. خاصنا نحاولوا نفكروا كيفاش نلقاو هذا الحل اننا تولي عندنا سوق والاشياء مرتبطه بعضها. باش تكون عندنا سوق خص تكون عندنا ثقافه سينمائيه، خصنا نعلموا ولادنا انهم يحبوا الفن وانهم يمشيو للسينما وانهم يبغيو السينما باش تولي داخله في نوتر كولتور وفي ثقافتنا اننا كنبغيو الفن وكنبغيو نمشيو للمسرح وكنبغيو. حنا اوني مالوغوزمون حنا كنكونسومي اوني ان بوب دو كونسوماسيون، غنخرجوا غنمشيو للريستورون غنمشيو نتعرضوا عند صحابنا، ولكن باش نفكروا نمشيو للمسرح ولا نمشيو للسينما مازال ما دخلاش عندنا في الثقافه ديالنا. هذا هو الفرق بيننا وبين مصر مثلا. كاين القرصنه طبعا كاين اونج با لي شوز، هذاك مشكل اخر وهي من الاشياء مرتبطه بعضها. كاين كتابه السيناريو كذلك هي مهنه في حد ذاتها قائمه بذاتها، مع الاسف ما عندناش كتاب حقيقيين، ان المخرجين هما اللي كيكتبوا بنفسهم السيناريو ديالهم. فبالتالي خصنا نفهموا باش تكون اون اندستري خاص تكون انتاج سوق وخاص يكونوا اختصاصات، كل واحد يدير الاختصاص ديالو، هذه هي الصناعه الحقيقيه. الو شنو هو مون غيف؟ مون غيف انني نشتغل في بلاد فيها صناعه حقيقيه، مون غيف انه بلادي تولي فيها صناعه حقيقيه، وعندي حلم اخر هو انه تعطى القيمة الحقيقية للفنان. طبعا الجمهور دائما وهذا اعتراف والحمد لله وكنشكر عليه، الجمهور كيعترف بالفنان المغربي وكيحب الفنان المغربي وكيدعم الفنان المغربي، وميم جو تخوف انه لي اندولجون مع الفنان المغربي، لانه واخا كيكونوا هفوات واخا كيكونوا اعمال ماشي في مستوى، دائما الجمهور متعطش وكيتسنى وكيعطيه فرصة اخرى للفنان المغربي، على علم انه الجمهور كذلك واعي بانه المشكله ماشي مشكله كفاءات في الفنان المغربي، لان عندنا كفاءات الحمد لله على مستوى التمثيل على مستوى الاخراج على مستوى تقنيين، عندنا كفاءات ماشي ما عندناش، المشكل في بلاصه اخرى. دونك خص يكون قرار حقيقي. شنو هو الدور اللي نبغي نلعب؟ هو ادوار كثيره، وذكرت انني الادوار اللي انا كتعجبني بزاف واللي مازال ما تعطيش فرصه هي الادوار التاريخيه. كنتمنى انه تكتب لي ادوار تاريخيه ولا تقترح عليا ادوار تاريخيه، وكاين ادوار كثيره اللي عندي فيها رساله يمكن توصلها الممثله المراه اللي يمكن توصلها، ادوار كثيره مازال محتاجه ومازال متعطشه انني نلعبها. وبحال اللي قال الاستاذ ربما مازال ما لقيتش لو رول دو مافي، وكنتمنى ما نلقاهش، لان الا ما لقيتوش هو اللي غيخليني دائما نتسناه وانني نشتغل باش نلقاه. الجديد هو المسلسل اللي كيشتغلوا فيه الاخوان عزيز حطاب ومجدولين، انا ما كايناش فيه، ما عرفتش فين شفتيها شي عارفيش ما كايناش الاعلان كاين انا ما كايناش ما كانوش ليا هذه شي شركه ولا جديده ام بي سي في مراكش؟ عرفت بانك دابا دخلت شركه ام بي سي افريقيا غتنتج اعمال افريقيه، ولكن انا شخصيا مازال ما اتصل بيا حتى واحد وما كنصورش حاليا. المشروع ديالي الجديد هو مشروع سينمائي مع فوزي بن سعيدي اللي غادي يبداو التصوير ديالو في اكتوبر ان شاء الله.